ريتا خلصنا حديث عن الرياضة، شبعت أنا رياضة، بدي أحكي شوي عن ريتا كشخصية، نحكي شوي عن ريتا كممثلة. آخر مرة استضفتك فيها بتذكر إنه حكيتينا عن مسرحية كوميدية، صح. شو صار فيها؟ المسرحية الكوميدية الغنائية يمكن ترجع على السوق بربيع، ويمكن يكون في مسرحية جديدة. ما رح أعطي تفاصيل قبل ما يكون كل شيء أكيد، بس على الأكيد في عنا مسرحية كمان البطولة رح أكون أنا موجودة فيها مع كذا ممثل وكذا كوميدي وكذا رائس. لحظة، ما رح تعطينا سنيك بيك عن دوري؟ بيشبهني دوري، بيشبهني من حيث الانرجي والطاقة. ايه، فيه سبار، فيه رقص، فيه عم نغني بذات الوقت، فيه جيل جديد، فيه جيل قديم. حلو. فيه اشياء كتير حلوة، فيه ممثلين، نخبة كبيرة من الممثلين. بس اللي بقدر قلك اياه لمارس ليشوف الضوء ولا يخلق العمل يعني كومبليتلي، مخرج جورج تابت وكتابة جورج تابت كمان. ريتا، بين التمثيل والسبور وحياتك التانية، أي أول شيء بتقولي هيدا عندي بالأول؟ سؤال كتير صعب. كلهم بالأول. هلأ صراحة خلقت بروجرام بعلمه بالمدارس بيدمج التمثيل والسبور مع بعض، لأنه ما قدرت لا أتخلى عن التمثيل ولا أتخلى عن السبور. حبيت أنه part of the program هو workshops بعطيهم للتلاميذ من الصف الجريد 7 للجريد 12. اوكي. بيخضعوا لاكتيفيتيز، فيها كثير كوربرال اكتيفيتيز. بصير عندهم art of observation، theater، publicity، دراما، تمثيل، باوند وزومبا، فوتهم على المدارس. So it's kind of the trend for the schools. يلا سيري، وانفتحت انه بما انه عم تشتغلي مع المدارس والى اخره، يعني اليوم عم بيصير عندك تعاون مع وزاره التربيه بهذا الموضوع ريتا؟ ايه او yes. لا؟ قريبا سنت الجاي في مشروع مع وزاره التربيه. نعم. اوكي. سنت الجاي لانه بلش. كيف الوزاره عم تتعاطى مع هيك موضوع، انه موضوع الرياضه والباوند والفتنس، هل عم بتشوفها انه لازم تكون موجوده بالمدارس، او بيقولوا انه خلص هيدا الشيء ثنائي للولد؟ بلشت الترند بمدرستين مهمين بالبلد، وحبوا صراحة كتير أنه الولد يخضع لهيدا الشيء بالمدرسة مش برات المدرسة. لازم يكون عنده النوليدج تبع الفتنس وتبع النوتريشن وتبع التمثيل بقلب المدرسة قبل ما يطلع لبرا. وزارة التربية في تعامل معها نكست يير، لأنه صار معها خبر بهالموضوع، ويمكن فوت بكم بيجيكي وزير حلو بالحكومه الجديده. يا رب. يعني رح تصير، ممكن تصير حصه كامله بالمدارس الرسميه بتحسي؟ هيدا هدفي يعني، ان شاء الله. ان شاء الله. ستيب باي ستيب. ايه، بس في حدا غيرك ريتا عم بيعلم يعني انت؟ نو. اخترعت هيدي الماده 2017، وصلت على المدرسه بالاخر الاول اخر 2017، بعدين لهلا مستمره فيها الى سنتين. سو لهلا لا، بعدها جديده. حلو. تنشوف ان شاء الله. ريتا، بين كل هالنشاطات اللي بتعمليها، اسم الله عليك، وكيف بتلحقي؟ يعني ما بعرف اي ساعه بتوعى 5 الصبح المراه كم بطيخه فيها تمسك بايدها بتجرب. بس انه بس عبالي اعرف، بين سبور، بين مسرح، بين تمثيل، بين حياتك الخاصه. ما بعرف عن جد بتوعي الساعه 5؟ بوعى الساعه 7. اوكي. صعبه شوي، بس لما يكون عندك هيدي الطاقه وهيدي الرغبه بتنسي تعبك عن جد. لما تشوف الريزات اللي عم تعطيه للعالم تنسي تعبك وتضلك داعسه لقدام. لانه فريلانسر انا، يعني ماني معوده الى 10 سنين على السلف ميد جوبز وسلف ميد بروجكتس وومن امباورمنت، يعني بجرب قد ما فيني. يعني بين المراه والرجل نحن بنحس بنفوز اكثر ريتا، يعني احنا عن جد مثل ما قلتي فينا نحمل اكثر من بطيخه بايد وحده. قد ايه السبور هيك بيعطيكي الطاقه والعزيمه انه تكملي كل يوم تعملي سبور؟ كيف بروجرامك عم بيصير؟ كل يوم بعلم بالجيمز بعد الظهر وبالمدارس قبل الظهر. هلا السبور بيعطينا طاقه ذهنيه مش بس طاقه جسديه، بيعطيكي طاقه بتشجعك انه تنمي افكار مش بس طاقه جسديه، وطاقه فشه الخلق. يعني لما طبعاً تكوني عم تقطعي بنهار صعب، توصلي على الجيم بتفشي خلقك بصفك حتى لو انت عم بتعلمي. بس له كمان سيئاته، يعني الترينر ضروري دائما يتمرن على حاله، يشتغل على عضله، يقسي عضله. ما فينا كل الوقت
نحرق فات نشتغل على حالنا. بتعرفي اللي عم بقول لك اخ عم بقول هيدي الفشة الخلق اللي بتصير بسبور 100% معك حق، بس هي اكثر فشة خلق اللي بيعمل رياضة البوكسينج. تتخيلي كل حدا زيرجيك ويلا عرفتي كيف. ريتا بدنا نقول لك يعطيك الف عافية، شكرا على وجودك معنا. ميرسي لكم، دائما نستمتع بس تكوني معنا لانه عن جد بالفعل بتعطينا فيري بوزيتيف انرجي. يعطيك الف عافية. ميرسي كثير، ثانك يو. يعطيك العافية ريتا. بعد الإعلان رح يكون معنا العداءة الماخضرة.